بس حبيبتي بس يا أمي. أخي بدور. ما أدري شو أسوي. الو، هلا يمه. هلا يمه. قل على سلامتك. انت مو المفروض توصلين عقب باكر؟ ايه جدمت رحلتي، شو المشكله؟ وقايله بفاجئ ريلي. زين ريلك وينه؟ تخيل اني دقيت عليه ما رد علي، اكيد نايم. الحين المشكله مو كذي، ابي ارجع البيت انا. زين تبين اطرش لك السايق؟ يا ريتني جايه بسيارتي وصافطتها بالمصافط. زين ولولو بتمرين تاخذينها ولا تخلينها لباكر؟ لا يما تكفين، حرام، خليها نايمه. ان شاء الله باكر يصير خير. انا حدي تعبانه الحين، ما فيني اي امر اخذها. زين حبيبتي خل اشوف لك السايق الحين اطرش لك. حبيبتي انت لا يطول علي السايق. ها يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. تأخرت بالمطار وزهقت والحين رد البيت بعدني شربت فول قهوة والحين فيني النوم دايخة. الحب اليوم صراحة تسلم يدك على الطبخة، خوش طبخة. يمال العافية عمري انت. من متى تعرفين حق البحر؟ اشوف من وراي. اكيد ما راح اقول لك يعني، عشان تموت فيني اكثر. يو البحر بيخليني اموت فيك؟ طبعا. زين خليني اقول لك، اطلب ايش طلب صغير تكفين؟ شي صغير ولا صغير؟ طلب واحد، مليون طلب. الله يخليك لي. اروح حق الربع يوم الخميس ان شاء الله. يعني لو ضبطينا كذي حق 20 25 نفر يعني عشان اذوقهم اكلي. لا ما ابي 200 300 نفر عشان اطبخ لهم. لا لا سوي لي كذي حق 3 انفار 4 انفار. خل حق شيخ عليهم شوي. تمام. كفو كفو. بس هو مو شرط، هو طلب. يلا طلبي. يعني تخطفني. مفروض اسبوع. اوكي. بس انا بخليهم 3 ايام. توديني شاليه. حلو. تحط لي ورد وشموع. اوكي. ولا تحاتي. بسوي نفسي متفاجئة ومصدومة ومستانسة. ان شاء الله عليك، تروح تسوي حاجة ذيك مفاجأة. تم على الخشم هذا، حاضر. بس عاد مو ثلاثة أيام. سوي لنا خصم. تستاهلين أبو ثلاثة أيام خلاص. خلاص يعني أقول حق الربع. خلاص أوكي. العشو علي. أوكي. مو خمسة أنفار أكثر. خلاص. تسلميني. تأخرت بالمطار. شو؟ وزهقت. والحين رد البيت بعدني شربت فول قهوة والحين فيني النوم دايخة.
حبيبي وينك عيل صدق عليك نوم العوافي فاجأتك صح؟ هلا عقلتي خيرتك مباشر اي جدنتج بيبي بص ولا كلمة شنو هدا شنو هدا تعال 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 شنو شنو قولي لي يعني تفاجئني صح والله مو قصدي بيب سمعيني قلت لك ما بسمع منك ولا كلمة يا الخاين وانتي ريلي ما لقيتي غير ريلي بيبي شيماء زوجتي هدي بالك شوي حبيبي أمي بس بسم الله عليك الرحمن الرحيم بس حبيبي بس يا أمي بس يلا الحين وصلي غرفتك قصي وجهك يلا غرفتها غرفتها هدي بالك ابي ترتاحين بدور تكفي بطل الملك وانا احس اني مخنوقة حاضر يا حبيبي انتي ماما نامي ابي ترتاحين تبين شيء بعد حياتي؟ تغطي لا يشغل بالك شيء الو انتوا وينكم يا يمه ليش ادق عليكم ما حد يرد علي شنو بالشاليه وش تسوون بالشاليه ماكو شغل متملنين قلنا ني ناخذ الدي اوف بعد بيبيو راده من السفر متملله قلنا ناخذها هني شل عبو متملله وتوها راده من السفر بدور قولي لي أخاف أختك وريلها فيهم شيء يما ماكو شيء حبيبتي تكفين عطني عطني بيبي خل أكلمها عطيني يلا بيبي نايمة خد تقعد وأخليها تكلمك عمري أنت لا تحاتين ما فينا شيء يلا عمري باي يلا يلا مع السلامة إيش فيها خالتي شكت؟ أكيد أما من غير شيء تحاتي الدور جايين شالي ومو قايلين لها بعد زينك لي كلي
توقعت يعجبك الاكل. لا عادي عادي، بس شاغل بالي الموضوع اللي صار. حبيبي عادي، باكر اليوم كان لازم راح يصير. اي دارت بالسالفة، الله يعيني على حنة أهله، والله يعيني على الصدمة صراحة. إيش دعوة الحين تحبها؟ لا مو عن، بس بنتي صراحة العشرة ما تهون إلا على الظالم. فكرة تراضيها؟ زين وأنا؟ انت حبيبتي، انت زوجتي، بس ما ادري لولو كسر ظهري ما ابي اتعش بين امه وابوه منفصلين، يعني ما ادري والله ما ادري. شنو قاعد تفكرين؟ يا ماما والله ما يصير اللي قاعد تسوينه بروحك، والله ما يسوى. هو ختم فعل ويبطه كبدي بطه كبدي، ولا في وحده تسوي بصديقه عمرها كذي؟ ما كنا بينكم عشره، ما كنا قعدت وكلت وشربت عندنا. مال حراق الله يحرقها. عمري يلا قومي قومي اكلي عشان اعطيك بنادول وفيتامين سي شوية عشان يفج الصداع اللي براسك، ادري بينفجر من التفكير ومن البكي. يا بنات يلا خلصوني بحرك، شالي يصفر ما في شيء. بروح وياها الجمعية زين؟ بنتي قومي اكلي وغسلي وجهك وصحصحي زين؟ بنروح ورد. حبك. الحين راح يذبحها. الله ياخذه توقف قلبي. الحين بيخلص وبروح يذبح الباجي. الحين بدش عليها. ويا هذا من وين طلع؟ واحب هالأفلام. Mama,
طالعي 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 ايش عرفك انت؟ شلون؟ تاكليه ولا بتقرين عليه؟ احس مالي نفس اكل شيء، مو مشتهي اكل. لا حول ولا قوه الا بالله. شلون يعني ما ناكل؟ نحرم انفسنا علشان البنيه بتطلق؟ احس اني مخنوقه، محتره، نار قاعد تاكل بقلبي. شلون كذي؟ ريلها ورفيجتها؟ رفيجة عمرها اللي ربت معاها؟ يغدرون فيها كذي شلون؟ الله يكون بعونك يا بيبي، الله يصبر قلبك. يا بنت الحلال، كل شيء مقدر ومكتوب، وهذا كتبت الله، اللهم الاعتراض. بس لا تسوين كذي قدامها، عرفتي؟ خلي تشوف منك التشجيع والكلام الطيب، رفع المعنويات. روحها مسكينة الحين مكسورة، محتاجة أن نوقف معاها مو عليها. والكلام اللي يغث ما أبي. امسكي نفسك، عرفت ايش أقول لك؟ امسكي نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا آسف تأخرت عليكم. إيش فيكم؟ الحمد لله. وش في أمي؟ لا ماكو شيء. تفضل كل. بيبي بيبي حبي، انا بروح مع هالجور بنحدر الديره، بنجيب اغراض وبنرجع وبنجيب غدا ويانا، بنخليك بروحك ما راح نطول. اوكي اذا تبين شيء دق علي. شلونك؟ الحمد لله بخير. وينك؟ ما تردين على مسجاتي؟ زعلتك بشيء؟ كلامي ضايقك؟ لا حشة، بس يعني انا مو فاهمه تالي هالمسجات، يعني انا بحناس
اخاف على سمعتي. من قال غير الحكي؟ بيبي والله ما ابي اولاد، من صدق ابي اتزوج. تدرين شلون؟ صدقين هالاسبوع ما راح يطوف، اهلي راح يكلمون اهلك. اوكي. فجأة بالمسرحية فصلة فصلة. اي اعرفها، رحت لها انا وطلال اول ما عرضوها. تدرون شلون؟ خل نغيرها. اي اي يلا غيروها، خل نحط مسرحية ثانية. ايش دعوة؟ شو الدراما؟ اقطع علاقتي بكل شيء يذكرني فيه يعني؟ انا سيارتي تذكرني فيه، بنتي تذكرني فيه، حتى الاكل يذكرني فيه. انتحر؟ اصلا انا قررت اني ادوس على قلبي وعلى ذكرياته. طولي طولي على المسرحية خلنا نضحك. يلا طولي طولي. اوكي. متوتر؟ لا لا متوتر من قط. مساعدك؟ اي نعم. اول شيء عندك محامي؟ محامي. زين ليش ما ساعدك؟ حبيبي. محامي لو حاضر بس. خمس دقايق مقدم لو ماك اطلع لك ليش صار عامل صاحبي ايه هاي عمرك ما حضر كان تسكن الغابه خمس دقايق رايك بالدقيق ما ضحكني المحامي مسوي فيك دقه اي نعم ليش مسوي فيك قبل فتره حطيتها مع بوس بالاكل انا وين العلاقه الخايسه بين الربع اطلع اطلع ان شاء الله انا حسيت بك كثر تبي ايبي جالكسي اهدى واركد لان انت اللي قاعد تاذيني معاك والله ما علي انت شنو تشتغل انا رياض مدرب لا تستحفظ امان علي والله ثبت انك مدرب بعتك من واحده لعشره قال والله مدرس انت شيء والله ما ادري ادري مو هذا قصدي اثبت لي يعني حسبالي معاك بطاقه ولا شيء والله مدرس ايوه والله يا عمي كلامك عين العقل بس انا ما غضبت ربي الشرح الا اللي اربع ما كنا شيء وهي بعد ما طلبت شيء محرم بيبي من حقها تطلب الطلاق مو عدل عدل بس بنيتي ما راح اقدر اتخلى عنها يا عمي طبيعي ما حد يقدر يتخلى عن عياله بعدين بنيه لولو بالحفظ والصون بنيتك وتقدر تشوفها في اي وقت
ما حد يقدر يمنعك. محمد قول شيء يا أخوي. والله شاري، والله للحين أحب أختك. والله يا أبو لولو يعني الوالد ما قصر، كلمها يعني حاول وياها، وأنا كلمتها ونصحتها، بس بالأخير قرار بيدها. أنت ما كلمتها؟ والله يا عمي عيست، عيست أدق، إش كثر أدق وتصك بوجهي. عمي أدري اللي صار مهين وشي جايد، بس لازم نتفاهم. وهذا اللي إحنا قاعدين نسويه الحين، إحنا نبي نتفاهم على موضوع الطلاق اللي هي تبي. بيبي ما بذنها ماي. خير إن شاء الله. خلص الموضوع بسرعة. إن شاء الله. يلا فما الله. مع السلامة. فما الله كريم. ترى بيبي عايفته ما تبيه. هو اللي يابا لنفسه، ولا لو كان قايل لها قبل لا يتزوج كان ما حط روحه في هالموقف هذا. ما يكسر ظهر الرجال إلا عياله. الله المستعان. تردي علي، خلينا نتفاهم عشان لولو. أوعدك راح أرضيك باللي تبينه، بس كلميني وردي علي. ناطرة ورقة طلاقي، أكون شاكرت لك. يا كم صعب أحب أنسى داري، بحبي له وأنا ما يبتله طاري، عبالة حر ما يدري الناسني، أخاف قلت له اللي أحبه أبخسر وما أدري قبل الو.
لولو؟ ايش فيها؟ عطني عطني بطاقتها. عطيني. السلام عليكم. سوري ازيكم لو سمحتي نبي دكتور اطفال. اوكي البطاقة لو سمحت. ان شاء الله. وين حطيتي بطاقتها ايكا؟ شنو حصة في دكتور من هنا؟ شنو حصة في قولي لي؟ حرارتها مرتفعة جدا. ازاي طفلة في السن ده تستنوا عليها الوقت ده كله؟ انت امها؟ هي انا امها. وليه تستنى عليها الوقت ده كله؟ بيبي خلاص احنا هندي لها مسكن وهنحاول نخفض الحرارة شوية ان شاء الله وتبقى حالتها كويسة ان شاء الله. شكرا دكتور. حبيبتي ماما سلامتك يا عمري. أنا إيش قاعد يصير فيني؟ ليش كذي؟ حملت بنتي وفكرت بس بنفسي. أنا مو أول ولا آخر واحدة يصير فيها اللي صار. باكر ليت طلقت. لازم أهتم أكثر ببنتي. لازم أكون الأم والأبو. كل شيء حق بنتي.